أول شيء بدينا بزيت نباتي وأضفنا الفطر، الزيت كان ساخن كثير، بعدين أضفنا الفطر وقلبناه وأضفنا شوي من زيت الزيتون، ملح، فلفل أسود، بعدين أضفنا البصل والثوم وحركناهم شوي، بعدين أضفنا شوي من الماء حتى ساعدنا البصل، وبالآخر أضفنا خل بلسمك وأضفنا شوي من الكريمة وشوي من جبنة البرميزان، وقدمناهم بالسيزنينج اللي هو الجاط اللي بيكون بالفرن وبيكون ساخن. طبق جانبي والأرفع بتقدم جنب الدجاج المشوي جنب اللحم المشوي اللي بدكم إياه. صحتكم ألف عافية إن شاء الله. كوبين فطر مقطع طبعا قطعة كبيرة، بصلة مقطعة، ثوم مفروم، زيت زيتون، نصف كوب من الماء وملعقة من البقدونس المفروم، وأكيد بدنا ربع كوب كريمة، جبنة برميزان، وشوية ملح وشوية فلفل أسود. حاضر حاضر حاضر. ها وعلى طول يا سمير. القلاي سخنة نار، راح استخدم زيت كارفور، كارفور دائما الأوفر. صحيح. طبعا عندي القلاي هون سخنة، شوف شوف سمير على طول الزيت، شوف سمير شوف شوف شايفين النار انتو، وعلى طول بنزل بالفطر قبل البصل، انتبهوا قبل البصل. شايف يا سمير النار كيف؟ اها. اذا النار مش هيك لا فيك ولا بطبخك. صحيح. بتقول لي طنجرة باردة وتحط لي فطر لحمة ودجاج ولا فطر، ما بزبط معك. حاجة فاضي حاجة فاضي. احسنت يا سمير. شايفين كيف؟ القلاية هذه كلها حديد صافي 100%. اها. شوف شوف هاي بتفش الغل يا سمير. في كثير ناس بيسألوا عن القلايات هاي الحديد. والله هو اللي كمان بالفرن الحديد الشغلات هاي من وين؟ محلات الأدوات المنزلية. الأدوات المنزلية هنا. بس هاي القلايات من النوع الغالي. يعني هاي تقريبا 50-60 دينار. هاي القلاية. بس هذه للأبد. اه. تطبخ فيها بتدخلها على الفرن مباشرة. اها. هون راح أضيف الآن شوي من زيت الزيتون. زيت زيتون كنت خايف أضيفه لأنه كانت قلاي كثير مرتفعة. شايفين حبايبي كيف على طول الفطر بلش عندي يطبخ ياخذ لون، ما نزلش مية حتى يتكرمل. راح أضيف الآن بهاي المرحلة شوي من الملح يا سمير، وأكيد هالفلفل الأسود هيو، وبعدين يا سمير يلا. راح أجيب البصل. هسه دور البصل، نفتح لنا جوره صغيره هون هيك. طيب يا سمير نبلش نطبخ الفطر مع البصل الان، لسه عندي ثوم لسه عندي خل، عبين ما شوي يبدا هالبصل والفطر يدخل على بعض يا سمير. صدق. بس هون نضيف الثوم برضو بنص، بس هون بدي أضيف الآن شوي من المي حتى أساعد الطبخ كله ينطبخ. الآن بدي أستنى حتى ينشف وأضيف باقي ما تبقى من المواد الأولية، شوي من الخل البلسمي. الله. شوية صغيرة هيك حتى إيش الريحة يا جماعة، صراحة فوق الوصف. شوف صار عندي هون، شوف صار عندي صلصة حلوة. شوف سمير صار عندي صلصة الآن حلوة. الآن نضيف البقدونسات ومنضيف الكريمه. اها. حط ريح من هالكريمه. ايوه شويه صغيره هيك. ايوه ايوه هذا من اطيب الاطباق. وبنضيف جبنه البرميزان. السيزلينج متى؟ انا مستني السيزلينج الان. ثواني. ها انا مستني السيزلينج. حرك لي سمير، حرك 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 يا سمير، حرك. الله يرضى عليك يا سمير. ابي ابو عون كيف الجبنه قاعده هيك؟ يا سلام ابو عون. استنى جاهز انت هسه بدك تحوسها؟ خلص جاهز يا سمير. استنى بدي هون كمان اطلع فيها. صارت جاهزه يا سمير، جاهزه صارت. طيب دقيقه دقيقه بالله خلك معي. يلا 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 يلا, يلا, يلا. تعالوا خلينا نشوف هون. بسم الله بسم الله. هاي اللحظه التاريخيه. ايوه يا سمير، طبق فطر يا اخوان، يعني لعشاق الفطر جربوه، يعني رايحين تكونوا سعيدين جدا بهذا الطبق. يلا بسم الله. بسم الله بسم الله. ابو عون جاهز؟ يلا. ها يا عيني عليك. يلا. الله يا عيني يا عيني عليك يا عيني عليك. اوبا اوبا